السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، اول شيء نبداو به المنتخب المحلي تعادل بالامس مع المنتخب المغربي المحلي بدون اهداف. مقابله شافها العام الخاص، مقابله ممله، مقابله ما عندهاش علاقه بكره القدم اصلا. المنتخب المغربي سيطر على اطوار المقابله، والمنتخب المغربي لو حب يسجل يسجل، والمنتخب المغربي لو لقى ارضيه ميدان صالحه للعب كره القدم كان يسجل على الاقل هدفين او ثلاثه اقل حاجه. التبهديل ماد ان الجيري ولا ماد ان الجيريا بالانجليزيه عطوها حقها، التبهديل ماركه مسجله باسم الجزائر، والدولة الوحيدة في العالم التي ماضيها أحسن من حاضرها هي الجزائر. حبينا ولا كرهنا، رغم أننا نحب هذا الإعلام ونموت عشان هذا الإعلام، لكن هذه حقيقة والحقيقة مرة. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي الماضي نتاعها أحسن من الحاضر نتاعها في كل الميادين، باش ما نقول ما نخصصش يعني حاجة، رغم أنه احنا نهضروا على كرة القدم وعلى الرياضة بصفة عامة، بصح في كل الميادين. نبداوها بكرة القدم وهذا الأساس اللي نهضروا عليه. حنا نعرفوا باللي كاين مطبلين ومزمرين وجماعة صحافة الكاسكروت، لماذا بها زاد شي يقعد 20 سنة؟ هذه درناها، هذه باينة واضحة وضوح الشمس. الشيء اللي دوخ أنه الجزائر دولة عربية مسلمة إفريقية تقع في قارة إفريقيا، في شمال قارة إفريقيا وليست في أوروبا. هذا جغرافيا، ما نقدرش نبدلها انا ولا تبدلها انت ولا يبدلها اي واحد. جغرافيا تقول باللي الجزائر تقع في شمال قاره افريقيا، صح؟ لكن اللي شاف البارح المقابله يعرف باللي الجزائر ما تقعش في شمال قاره افريقيا. كيف؟ اذا نعم، لان الكره اللي لعبوا بها، البانو اللي لعبوا به نتاع دوري ابطال اوروبا نتاع الشامبيونز ليغ، حنا نعرفوا باللي كل المنتخبات في العالم يعطوها كرات خاصة بالشركات ولا خاصة بالمنطقة، افريقيا، امريكا الجنوبية، اسيا، اوروبا، الا الجزائر وبقيادة الزعيم الرائع المسير المحنك المسير المبدع الفتى المبدع حبيب الصحافة زاتشي مع حاشا البعض من الصحفيين، لعبوا بكرة الشامبيونز ليج. المنتخب الوطني بمقابلة البنين لعب بكرة الشامبيونز ليج، والآن أيضا لعب البارح لعب المنتخب المحلي بكرة الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا وليس دوري أبطال إفريقيا. It's very nice، روعة، مازال الخير. إذا التبهديل وينو؟ التبهديل باللي لحقنا لدرجة أنه جيراننا مش يضحكوا علينا، عادهم دايرين سكتشات. نعم، جيراننا مدايرين سكتشات وقالوا مادام احنا لعبنا بكرة دوري ابطال اوروبا علاه ما دارولناش الجزائر، دارت لنا الجزائر نشيد نتاع دوري ابطال اوروبا، ومن حقهم خاطر احنا ماركة عالمية للتبهديل. التبهديل ماد ان الجيريا اللي يعرفها العام الخاص، الله غالب احنا ما عندناش هذا الشيء، احنا اللي يخدم نكسروه ونقولوا عليه ديكتاتور ونقولوا عليه فاسد ونقول عليه كلش وع فرعون، واللي دخلنا في عيط واللي بزنس واللي مداري الاتحادية بزنس والمنتخب الوطني بزنس والبالون اللي يجيبه نتاع ابطال اوروبا شامبيونز ليغ نسمى النادي هو نفس المنتخب، يعني والله على قمة. ومن بعد ايش يقول لك؟ اسكت زاد شي ثانية مع اديداس، اسكت زاد شي ثانية ماد ان ادي ماد دا اديداس بريمير شوا، انا عميه وعطوه الملايير الدولارات، شفناها الملايير الدولارات للعالم الجزائري تيكي لصقع، العالم الجزائري اللي حاطين اللوغو تاع الفيدرالية لوغو الاتحادية لصقع، هذا هو التسيير الرائع. والبالون نلعبوا بالشامبيونز ليغ، احنا رانا عايشين في اوروبا، تسيير رائع، روعة روعة التسيير، واصل يا صدشي زيد انني معاك انني معاك زيد ادخل في حيط بكا، واحد ما يهدر واحد ما يهدر. والهزبه الكبيره والفضيحه الكبيره انه الجزائر دوله
بحجم الجزائر ولا قارة، الجزائر ممكن نعتبروها قارة، دولة بحجم قارة، إنها ما عندهاش ملعب، ملعب تمارس فيه كرة القدم ما كانش، ما كانش ما كانش. إلا كان أعطوني أعطوني علاه علاه نعودو نفضحو في رواحنا، هي نلعبو بملعب يصلح، ما كانش ما كانش ملعب، ملعب ملعب ما كانش. هذه واحدة. ومن بعدها يخرج لها الفتى المدلل زرشي محبوب الصحافة الجزائرية، محبوب الصحفيين، وليديهم يحوسوا ويديروا ويديروا توريست ويحوسوا ويسلك لهم الإقامة ويسلك لهم. محبوب زرشي محبوب الجامعة محبوب الصحافة، قال لهم لازمنا نديروا 18 البطولة العام الجاي ب 18 فريق. معليش دير 18 فريق، عندك ملعب استاد يا عجبة يا ربي، استاد ملعب واحد برك باش يلعب فيه ليكيب ناسيونال ما كانش. انا نرقعو واحد كي شغل تقطعت له تريكو ولا تقطع له سروال يرقع فيه يرقع، انا نرقعو انا نرقعو. استاد ما كانش ونحوسو نديرو 18 فريق، اسكو 18 فريق هذه العام الجاي 18 ملعب يوجد، احنا ملعب قعدنا في قريب 30 سنه ما خدمناش. ومن بعد يقول لك اسكت اسكت تكره زدشي، ها انا كره زدشي. زدشي قال لهم نديرو دوري ولا الشامبيون بطولة ب 16 ب 18 فريق وجماعة كامل نحبوا تبهدل، نحبوا تبهدل كل صوت وي اللي ما كفاش ايدو لي من سد يسرى وي نحبوا تبهدل. زرشي يدينا نصيفو، زرشي يدينا نحوسو، نحبوا تبهدل. 18 فريق ملعب يا عجبة يا ربي ما عندناش ملعب سطاد برك يلعب فيه فريق وطني ما كانش، واش يقول لك نديرو 18 فريق؟ واللي يهضر العكس عدو الجزائر وعدو الكرة الجزائرية. لازم نحترفوا ونديروا 18 فريق، 18 فريق سطاد كيما الناس ما عندناش. العراق في الحرب، العراق في الحرب وفي الهم وفي المشاكل، ملاعب نتاعها قمة قمة طيراس أوروبي. العراق في الحرب وهنا ما عندنا حتى حاجة الحمد لله، بلادنا في سلام وأمان ما عندناش ملعب. من بعد ايش يقول لك زرشي يديروا 18 فريق واللي ينتقد واللي يقول الكلام الحق عدو الجزائر وعدو الكره الجزائريه. بنتو على حقيقتك من الصحافه كامل حشر البعض. والفضيحه الكبرى راحت تريسيتي الحمسو نربحوا المروك، نحوا تريسيتي نطفوا الضوء على السطاد باش نماركيو لهم هدف، دربنا عليها هذه كنا نونترينيو عليها، نطفيو الضوء نماركيو لهم بيت ومن بعد نرجعوا الضوء. الله غالب هذه داخله في اللعبه هذه، اي باش تعرف كيف رانا نخمو هنا، نغنى فتنا الاحتراف ليه هربنا بدالي نلعبوا بالون تاع الشامبيونز ليغ. يا راجل اش بيك هذا؟ نغنى بعدنا هربنا خلاص، نهرنا هربنا نلعبوا بالون تاع الشامبيونز ليغ. اذا الفضيحه الكبرى راحت تريسيتي. ومن بعد يخرج لك وزير الرياضه يقول لك يا اخي احنا نقدر نديروا كاس العالم، احنا كاس العالم مش صعيب، نقدر نديروا كاس العالم وراح المشكل. كوب دافريكيا كوب دافريكا اي في الجيب، كوب دافريك نديروها اي في الجيب، كاس العالم نقدروا نديروه اسهل اسهل، كاس العالم اسهل من البطوله الجزائريه. وي بدليل تريسيتي اللي راح البارح، بدليل ما عندناش استاد نلعبوا فيه كره قدم، الاستاد اللي عندنا كامل تاع بطاطا. نقدروا نديروا استاد شبيك هذا؟ قال لك الوزير يا اخي نديروا كاس العالم. معليش يا معالي الوزير مع احترامي المنصب نتاعك ومع احترامي المنصب ولا هيئتك ولا شخصك مع احترامي ليك، بصح يا معالي وزير الرياضة هل يجوز نستخفوا بعقول الشعب الجزائري ونستخفوا بالجمهور ولا بالمناصرين المنتخب الوطني ولا المناصرين الأندية الجزائرية ونقولوا لهم نديروا كأس العالم وحنا سطاد ما عندناش وحنا سطاد يروح سيتي علينا في بلاد عندها غنية بالثروات الطبيعية، سطاد يروح تريسيتي على ما كانش دار في سطاد تاع تيزي وزو سطاد تاع البيضه تاكر راح الضو في منافسه قاريه راح الضو راح الضو. سطاد ما عندناش نلعبوا فيه بالون ما كانش، عيب عيب والله غير عيب. واحد عاد يحشم يعود المغاربه يضحكوا عليك والتوانسه يضحكوا عليك والمصريين يضحكوا عليك وليبيا اللي في الحرب تضحك عليك والعراق اللي في الحرب والهم تضحك عليك والاستاد تاعها باين عليك بسنوات ضوئيه. هي وين حياه هذه؟ يحاولوا كان نهضروا الحقيقه تقول لك انت عدو الجزائر، تهضر الحقيقه تقول لك تكره زوتشي، تهضر الحقيقه تقول لك عدو الرياضه،
عدو كره جزائريه. يا ناس كفوا ربي يا ناس، انا نهضروا حقيقه ولا نكذبوا على الناس؟ استاد كيما الناس ما عندناش. العراق تعطينا دروس، العراق في التسيير في التنظيم، منتخب وطني تابع في افريقيا يلعب في قاره افريقيا يلعب ببانون تاع الشامبيونز ليغ. هاي دوك فهمونا دوك، هاي هنا هضروا لوجيك تقول لك انت تكره ساتش. استاد ما عندناش يقول لك نديروا كاس العالم، ملعب كيما الناس يروح ما عندناش. استاد ديما تريسيتي ما كانش، هاو راه تريسيتي هاو كذا، ويقول لك نلعبوا ب 18 فريق. يخافوا ربي يا ناس، الشعب هذا مش غبي اللي بقى تكلخوا له تكلخوا له تكلخوا له. يا ولا ناس، ناس تطورت وناس دفعت تعرف، وكاين الفيسبوك وكاين مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا من على الاقل، على الاقل يكونوا صراحة اقل حاجه، سواء الوزير ولا رئيس الاتحاد يكون صريح مع الشعب نتاعو ولا مع الجمهور ولا قال يا ناس ما عندناش، حنا ما عندنا لا ملعب، ما نديرو كاس افريقيا، ما نديرو كاس العالم. الله غالب نهار اللي ينوب علينا ربي يعود عندنا كفاءه جزائريه وناس ما تسرقش وناس تخدم البلاد وناس تحب الخير للبلاد، يجي هذاك الوقت نقولوا باللي نقدروا نديروا كاس افريقيا. ملعب ما عندناش، استاد ما كانش، استاد يروح ليه ضو، اتحاديه تجيب لك لي بارون تاع الشامبيونز ليغ تلعب بها وتقول لي نديروا كاس افريقيا وكاس العالم. والله غير عيب، والله لو عاد واحد يحشم عاد يسخروا علينا، قلت المراركة عاد يقولنا ديروا لنا نشيد نتاع الشامبيونز ليغ. ها شفت وزاد شي وين وصلنا؟ ومن بعد يقول لك انت عدو الجزائر، زاد شي حبيبكم يا الصحافه، شوف وين وصلت الجزائر. عاد الناس تهكم علينا قال لك ديروا لنا النشيد نتاع الشامبيونز ليغ، ما ديرناش نشيد وطني جزائري ولا المغربي، خطره انتوما يا جزائريين تلعبوا بالبالون تاع الشامبيونز ليغ. ها دوكا هضروا دوكا، كان على بالنا على واش هذا الشيء راه يدير كيما عاب، يقعد عهده ثانيه، دير 18 فريق باش يدير الفيلم، اقعد عهده ثانيه ولا عهده 10 الله يسهل، انا مانيش نحاسبك. مادام الشعب هذا من الناس راضيين اللي ينتخبوا بيديهم الزوج راضيين وحابين يدخلونا في حيط الله يسهل، هما اللي يتحملوا المسؤوليه. بصح ما تجيش هنا تستغباني كمناصر ولا كمواطن بسيط، تستغباني ودير لي بالون تاع الشامبيونز ليغ ودير لي بطوله ب 18 فريق وانت ملعب استاد واحد ما عندكش، كفاكم استغباء بالناس. والحديث بقية في الأخير، خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.